الله واحد الوقت اللي كانت المحاكمة عبد الرزاق فيها التي استمرت حتى الممات ديالو، وهنا هادو محاكمات غنهضروا عليهم بتقن غنجيهم نهضروا فيهم. وبالتالي كان لابد من التدقيق والتضحية وقراءة كتب تران المنبع و 48 في 51 تمن فيهم. علاش؟ واحد المسألة اللي هي مهمة، وهو أنه على إثر الانتفاضات تذكر عبد الرزاق بلال كانوا ولا سيما في المنفى ديال المنصور محمود الخامس. فتحية لك أيها المجاهد وإلى كل من آمن بحتمية التغيير كما عرفته حضاريا وسلميا، وأنت تحية إلى كل من آمن بأن لكل حدث أليم نهاية. أجمل الحكايات ليست بالضرورة أسعدها، ليس من رأى كمن سمع ولا من عايش الأحداث كمن قرأ عنها، إذا كانت نهاية المرء لا يعلم بها إلا الخالق سبحانه، فإن هناك من الخلق من سخر حياته في سبيل مبادئه إلى ما لا نهاية. ليست العبرة بمن شمخ لتقلده منصبا، لكن العبرة بمن ظل شامخا في قلوب الناس في حياته ثم فاز اليوم الآخر بعد مماته. إن التاريخ لا يتذكر من صنعوا الأمجاد لأنفسهم، بل يؤرخ لمن وهبوا حياتهم في سبيل وطنهم. وإذا اختلفت مصادر الجاه والترائب وتباينت مسالكها، فإن للكفاح طريقا واحدا شاقا ومظلما لا يمكن إلا أن ننحني إذلالا وتقديرا لسالكه. والسلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله يتعاون معنا ونطلبوا من الأخوات والإخوان أنهم كلهم إن شاء الله يديروا واحد المجهود كبير باش نحيوا هذه الذكرى حتى في المكاتب ديالنا حتى في الأقاليم ديالنا إن شاء الله مستقبلا. وشكرا للجميع ديال الوقت اللي فات. تفضل الأصدقاء هو قراءة كتاب عبد الرزاق بلال كفاح الإبهامي وحكومية السماوات، وزائد أيضا كون أن الدورة هذه تعطاها اسم ديال المرحوم عبد الرزاق بلال، كانت يعني دردشة مع خطو ديال الاتحاد العام، دردشة مهمة، وكنتمنى أنه مازال إن شاء الله تكرر الدورات اللي هي ما يمكن إلا نشكر فيها الاتحاد النقابات.